أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من صحيفة أخبار اليوم، السلطة المحلية تستنكر منع القائم بأعمال محافظ عدن من دخول مبنى المحافظة. ومن موقع المشاهد نت، وزارة الثقافة تطبع أول كتاب لها منذ الانقلاب. ومن عناوين موقع المصدر أونلاين، حوثيون يعدمون مواطنا في صعدة أمام عائلته ويختطفون شيخا قبليا. ومن موقع الصحوانت، الميليشيا تختطف تربويا في المحويت بتهمة تزويج ابنته إلى منطقة محررة. أهلا بكم. من وقت لآخر تثار قضية عدم عودة الرئيس هادي، وفي كل مرة تظهر أسباب جديدة تحول دون هذه العودة. في تقرير لموقع الموقع بوست، أعيد طرح السؤال من جديد: عدم عودة هادي إلى عدن وجه آخر لفشل التحالف العربي في اليمن. يذهب الموقع إلى القول أن هذه العودة لا تزال في طور المستحيل، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وخذلان التحالف العربي للرئيس في تمكينه من العودة إلى هناك وممارسة مهامه كما يفترض. ويستند الموقع إلى مراقبين اعتبروا تأجيل العودة خدمة للقوى الانقلابية التي عملت على إزاحته من الحكم وانقلبت عليه قبل أعوام، وهو ما ظهر واضحا في حديث ناطق جماعة الحوثي محمد عبد السلام لقناة الجزيرة، الذي سخر من عدم بقاء هادي في عدن واعتبر ذلك فشلا للتحالف العربي. يتابع الموقع إن بقاء الرئيس هادي في الرياض وعدم عودته أثار الكثير من التساؤلات عن الدور الذي تمارسه دول التحالف العربي التي زعمت أنها جاءت لإعادة شرعية الرئيس هادي، فيما لم يتم تحقيق أي نجاحات ميدانية تسهل عودته إلى اليمن. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، أبرزها من عدن: السلطة المحلية تستنكر منع القائم بأعمال المحافظ من دخول مبنى المحافظة. ومن العاصمة المؤقتة أيضا: أنصار المجلس الانتقالي يبدأون اعتصاما مفتوحا لإسقاط الحكومة الشرعية. وبن دغر يقول: أي خروج عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني سيؤدي باليمن إلى كارثة. ومن عدن: مقتل شخص برصاص مجهولين والعثور على جثته بأحد فنادق عدن. ومن أبين: مقتل اثنين وإصابة آخرين برصاص جنود من الحزام وقيادي في القاعدة يسلم نفسه. في زاوية المقالات وفيما يخص الشأن اليمني، كتب أحمد الشلفي في الموقع بوست مقالا بعنوان: ألف يوم من الموت فمتى نصحو؟ سؤال طرحه الكاتب برسم الصورة الغامضة لمهمة التحالف العربي في اليمن والحرب التي تدور اليوم. ويقول الكاتب في أجزاء من المقال: لن أقول هنا من أخطأ ومن أصاب، فقد صحونا ذات يوم على فجعة كبيرة اسمها 21 من سبتمبر 2014. رسمها جيراننا أعداء ربيعنا المتوقد، ونفذها الحوثيون وعلي عبد الله صالح وأدواتهم الأخرى. سرقوا الدولة وأسقطوا رموزها ورمزيتها على ضعفهم وضيعتهم واستخفافهم بالأحداث. يوجه اللوم لمن أيدوا الشرعية اليوم على تأييدهم للتحالف العربي السعودي الإماراتي، ولكن في ذلك الوقت لم يكن هناك خيار آخر، ولم يكن بيد أي أحد حيلة منا، ونحن نشاهد بلادا يسقط آخر ما فيه من رمزية مفترضة لشبه دولة، ونتابع أعمال الحوثيين من تفجير المساجد والمنازل وقتل واعتقال لمخالفيهم. كانت كل انتهاكات الحوثي وحليفه صالح سببا بأن نقف عاجزين مسلمين لغزاة الخارج ودون قصد. كان ذلك مؤلما لأننا في وقت من الأوقات فقدنا التقدير والحكمة، فدخل الغاز الخارجي لينقذنا من الغاز الداخلي الذي فتك بكل الأحلام. بعد ألف يوم من هكذا حرب بدون مسار ولا هوية، ماذا يمكن القول وكيف يمكن استدراك الأمر؟ لقد وقع اليمن بين فخين كلاهما أسوأ من الآخر، لكن ما ندركه جيدا الآن أن الأجندة السعودية الإماراتية في اليمن فاشلة ومريبة وفاسدة. لم يعد هناك مقام للمفاضلة بين شرين، فكلاهما مستطير.
لكن الأصوب أن تقوم كل القوى الوطنية الحية وأخص قوى الشرعية بمراجعة حساباتها من جديد والانخراط في مقاومة حقيقية تعيد كل شيء لنصابه. قد يكون الثمن باهظاً الآن أن تحارب جبهتين معاً، لكن من الواضح أن ثمن الاستلاب للخارج أصبح أكثر فداحة. وإذا لم تصح القوى الوطنية اليمنية من سباتها فسيكون علينا انتظار قرن آخر ليعود اليمن يمناً كما حلم أبناؤه لا كما يريده أعداؤه ممزقاً ضعيفاً مدمراً. وحينها ما الذي بمقدورنا جميعاً أن نفعله؟ في أحد عناوين موقع المشاهد نت، وزارة الثقافة في الحكومة الشرعية تدشن طباعة الكتاب الأول في مشروع 100 عنوان. قال الموقع إن وزارة الثقافة دشنت جزءاً من أنشطتها بطباعة كتاب أبو بكر القيسي رائد مسرح الطفل في اليمن، شذرات من سيرة الفنان وإبداعاته، وهو أول كتاب في مشروع 100 كتاب تعمل الوزارة على طباعتها. وقال وزير الثقافة الأستاذ مروان دماج إن نجل الفنان القيسي بذل جهدا نجح في جعل هذا الكتاب أكثر من تأبين، كونه قدم بعضا من سيرة الفنان أبو بكر القيسي ولمحات من معارك الرجل وصراعه من أجل الحياة ومن أجل مجتمعه. وأضاف دماج في تقديمه للكتاب أن القيسي كتب بعضا من أهم صفحات الحركة المسرحية اليمنية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، وقد وصل إلينا صوته نحن أبناء ذلك الزمن المشغولين بالصراع السياسي وإهدار الوقت. يتابع الموقع: وزارة الثقافة أطلقت مشروع 100 كتاب بالتعاون مع مؤسسة أروقة للطباعة والنشر قبل شهر. العديد من العناوين وردت في موقع المصدر أونلاين: حوثيون يعدمون مواطنا في صعدة أمام عائلته ويختطفون شيخا قبليا. قالت مصادر محلية بمديرية غمر غربية صعدة إن مسلحين حوثيين داهموا منزل عبد الله المذهجي يوم الجمعة وأطلقوا النار عليه بشكل مباشر أمام أفراد أسرته، مأدى إلى مقتله على الفور. وأضافت المصادر أن مسلحين حوثيين اقتحموا منزل شيخ قبلي يدعى فاضل الهذلي واعتدوا بالضرب على زوجته وبناته، ما استدعى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يقوموا باختطافه ونقله إلى جهة مجهولة. ومن العناوين: الحكومة اليمنية تبحث إقالة محافظ البنك المركزي. وميدانيا: مقتل قائد عسكري في القوات الموالية لصالح بغارة للتحالف شمال شرقي صنعاء. في الشأن المحلي أيضا كتب محمد جميح مقالا أعاد نشره موقع ماندب بريس بعنوان: في حضرة صاحبة الجلالة بلقيس. تتبع فيه الحراك الإعلامي الذي تشهده مارب مؤخرا والرمزية الوطنية التي تمثلها المحافظة. ويقول الكاتب في أجزاء من المقال: لم يكد الزميل أنور العنسي ينهي تقاريره عن مارب في قناة البي بي سي حتى تداعى إليها قرابة 20 صحفيا وإعلاميا يشكلون وفدا أوروبيا أمريكيا كبيرا للاطلاع على حقيقة الأوضاع في مارب. بالأمس تصدرت مارب عناوين أخبار المقاومة، واليوم تتصدر مشاهد البناء. يكفي أن تنظروا إلى الصورة لتعطيكم انطباعا عن رجال الدولة هناك. عن اليمن: مارب صورة اليمن الخالي من الأيديولوجيات والتدين الطائفي. مارب التي فتحت أبوابها لليمنيين من كل المناطق والمذاهب، نشيد وطني يتردد في مدارسها ومعسكراتها وافتتاحيات احتفالاتها. وعلى الرغم من أنها ظلمت من متنفذين في صنعاء إلا أنها لم تتخلى عن صنعاء، وعلى الرغم من أنها نهبت باسم اليمن إلا أنها لم تنخلع من أصلها، وعلى الرغم من أنها غبنت باسم الوحدة الوطنية لكنها لم تكفر باليمن الواحد الكبير. فرق كبير بين مظلوم انتصر وتسامح ومظلوم انتصر وما زال يحمل عقدة الثأر وأحقاده. مارب تقول اليوم لكل المنتصرين: انتصروا على أنفسكم أولا، انتصروا بالتسامح والتسامي والانفتاح وعدم الالتفات إلى الخلف. في حادثة أثارت استغراب الأهالي في محافظة المحويت، الميليشيات تختطف تربويا في المحويت بتهمة تزويج ابنته إلى مارب. قال موقع الصحوة نت إن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح اختطفت التربوي مهدي محمد يحيى الليث من أبناء منطقة الضلاع الأعلى مديرية شبام التابعة لمحافظة المحويت بتهمة تزويج ابنته إلى محافظة مارب.
أفادت مصادر خاصة للصحوة نت أن الميليشيا قامت باقتحام منزله واختطفته بحجة قيامه بتزويج ابنته من أحد أبناء منطقته الذي يتواجد في محافظة مارب. ويقول الموقع: لاقت تصرفات الميليشيا استياء كبيرا لدى الأهالي كونها ثقافة دخيلة وجرائم لم يجرؤ أحد على ارتكابها من قبل. عادت نهم مجددا إلى الواجهة إثر العمليات العسكرية المدروسة التي تنفذها قوات الجيش الوطني منذ عدة أيام، ونجحت خلالها في تحرير مناطق واسعة واستراتيجية أفقدت الميليشيا توازنها. فخلال الأيام الخمسة الماضية وفقا لموقع سبتمبر نت، تمكنت قوات الجيش الوطني من التقدم والسيطرة على عدد من المواقع والتلال والقرى، أيضا منها جبل الحلاتين وجبل العضيمة وقاع الحطب. أما في وقت سابق فقد سيطر الجيش على مواقع سد بني بارق والنعيلة وجبال ضبوعة والنشامة، وصولا إلى منطقة واقعة بين ضبوعة وقطبين ومشارف قرية المديد بعد تحرير منطقة بيت البوري وتباب أخرى. يفيد التقرير: تستمر المعارك الشرسة على امتداد 14 كيلومترا بإسناد جوي دقيق من قبل طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. اللواء الركن سمير الحاج قال قائد قوات الاحتياط قال لسبتمبر نت: إن أهمية الانتصارات التي تحققت في نهم تكمن في كون هذه الجبهة من أهم الجبهات، كما أن التقدم في هذه الجبهة يكتسب أهميته كونها أقرب الجبهات إلى العاصمة التي هي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للجيش الوطني والشرعية. ولفت الحاج إلى أن تقدم الجيش في نهم يعتبر مؤشرا مهما على اهتزاز وضعف الجبهة الرئيسية للانقلاب، مبينا أن سقوط نهم يعني انهيار جميع الانقلاب في تعز والحديدة والضالع وشبوة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. عن الأوضاع في عدن، عنونت صحيفة العربي الجديد: توتر بين الحكومة والجنوبي في عدن، اشتباكات واتهامات متبادلة، في إشارة للخلافات التي تصاعدت بين أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتبنى الانفصال وتدعمه الإمارات من جهة، وبين الحكومة الشرعية التي تواجه انتقادات متزايدة تتهمها بالفساد من جهة أخرى. وخلال 48 ساعة شهدت عدن توترا وصل إلى اشتباكات مسلحة في منطقة البريقة، إذ قتل وأصيب نحو 10 جنود بمواجهة بين قوات قالت مصادر محلية إنها من اللواء الرابع حماية رئاسية وأخرى من قوات الحزام الأمني. وبحسب الصحيفة، جاءت الاشتباكات إثر محاولة قوات الحزام الأمني انتزاع السيطرة على ميناء الزيت، بينما حلقت مروحية عسكرية إماراتية في المنطقة بالتزامن مع الاشتباكات. الروايات حول الاشتباكات تضاربت، إذ تحدثت بعض الأنباء عن أن قوات الحزام قدمت لاستلامه وفقا لاتفاق مسبق مع الجهات المعنية بتسليم حراسة المنشأة، الأمر الذي تنفيه الرواية الأخرى التي تقول أنها قدمت للسيطرة على الميناء دون التفاوض حول ذلك سلفا. وأضافت الصحيفة أن الاشتباكات حول ميناء الزيت جاءت بالتزامن مع تصاعد التوتر الذي تشهده المدينة على أكثر من صعيد، إذ منعت قوات الحزام الأمني وكيل أول محافظة عدن أحمد سالم ربيع من الوصول إلى مبنى المحافظة أول من أمس بعد تكليفه بالقيام بمهام المحافظ عبد العزيز المفلحي الذي يتواجد خارج البلاد منذ أشهر. في خبر يبدو منافيا لما أعلنته الحكومة الأسبوع المنصرم بإيقاف الابتعاث، تعنون صحيفة الخليج: اليمن ولبنان يوقعان اتفاقية تجديد التعاون التعليمي.
قالت الصحيفة إن العاصمة اللبنانية بيروت شهدت التوقيع على تجديد البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين اليمن ولبنان لمدة 4 أعوام دراسية قادمة تنتهي في 2021. تضيف الصحيفة أن الاتفاقية التي وقعها سفير اليمن عبد الله الدعيس ووزير التربية والتعليم العالي اللبناني ستقدم بموجبها الحكومة اللبنانية 80 مقعدا في جميع التخصصات لنيل شهادة الامتياز الفني والإجازة الفنية. كما تم الاتفاق مبدئيا على أن يمنح الطلاب اليمنيون الموفدون للدراسة في لبنان ضمن البروتوكولات سنة تأهيلية إضافية لدراسة اللغة، وذلك قبل مواصلة دراستهم في الكليات العلمية والذي يعد حلا لمشكلة اللغة التي كانت تحول دون اجتيازهم لامتحانات القبول. وأعرب الدعيس عن تقدير الحكومة اليمنية للحكومة اللبنانية والوزارة والمعاهد الفنية والجامعات اللبنانية على ما يولونه من رعاية واهتمام بالطلاب اليمنيين الدارسين في لبنان. وفي الشأن العربي والدولي، كتب مصطفى زين في جريدة الحياة مقالا بعنوان بريطانيا تفتخر بجريمتها. يقول الكاتب: الإمبراطوريات تواصل الخداع، تكذب ولا تعتذر، تحتفل بجرائمها باعتبارها انتصارا لحق الرجل الأبيض في السيادة على بقية الشعوب. فرنسا ترفض الاعتراف بقتل أكثر من 1,000,000 جزائري. بريطانيا ترفض الإقرار بجرائمها في الهند وأفريقيا، وقبل ذلك بإبادة الهنود الحمر والسكان الأصليين في أستراليا، وترفض الاعتراف بمسؤولياتها عن مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 100 عام إلى اليوم. كما تصر على أن وعد بلفور الذي أسس لإقامة الدولة العبرية بإشرافها ومساعدتها عندما كانت تستعمر فلسطين كان لمصلحة الطوائف الأخرى جنوب بلاد الشام، الوعد الذي لم يذكر الشعب الفلسطيني أو العرب، بل اعتبرهم طوائف أخرى عليها أن تعيش في كنف الدولة اليهودية. حلت أوروبا الخارجة من حربين عالميتين مسألة اللاسامية بنقل اليهود إلى فلسطين بحجة تعويضهم مما عانوه في القارة القديمة، وتكفيرا عن ذنبها بسبب المحرقة في ألمانيا وبولونيا والاضطهاد الذي عاناه اليهود طوال قرون بتحويلهم إلى جلاد يدعي مثلها تمثيل القيم الديمقراطية ونشرها وسط الشعوب المتخلفة. لكن لم تكن إقامة إسرائيل في فلسطين عملا إنسانيا أو لمجرد التكفير عن الذنب، بل هي في الأساس خطة مدروسة لزرع الحروب والفوضى في بلاد الشام، وكي تكون حليفا موثوقا فيه وقاعدة متقدمة يعتمد عليها في قمع أي دولة معادية للاستعمار أو تطالب بالاستقلال. وقد لعبت إسرائيل هذا الدور بجدارة منذ تأسيسها عام 1948. تناولت الصحف البريطانية عددا من الموضوعات بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور. ففي صحيفة الاندبندنت نشر موضوع بعنوان نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تنفي أن الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال. وتقول الصحيفة أن تسيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية قالت بصراحة في حديث لراديو البي بي سي بمناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور إنها ترفض مصطلح أن الفلسطينيين يقبعون تحت الاحتلال الإسرائيلي، واستخدمت بدلا من ذلك تعبير يهودا والسامرة، وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية التي تعتبر جزءا من أرض الميعاد عند اليهود. وأضافت الاندبندنت أن هوتوفلي قالت إن الدولة الإسرائيلية تمنح الإسرائيليين والعرب نفس الحقوق، وهو الأمر الذي تحدها فيه مذيع البي بي سي روبنسون، وأكد لها أنه لا توجد مساواة بين حقوق العرب والإسرائيليين في الضفة الغربية، وأن أغلب الدول تعتبر أن الضفة الغربية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب الاندبندنت ردت هوتوفلي قائلة: أرفض فكرة أن هذه الأراضي محتلة، إنها يهودا والسامرة. وأضافت: هذه الأرض التي حاولت فيها إسرائيل عدة مرات طوال الأعوام 25 الماضية أن تمنح الفلسطينيين الفرصة تلو الأخرى ليكون لهم نظام حكم خاص بهم. قالت الصحيفة إن هوتوفلي رفضت طوال المقابلة أن تلفظ كلمة الضفة الغربية، واستمرت في تسميتها يهودا والسامرة. ومن الأخبار المنوعة التي وردت في أكثر من صحيفة عربية ما جاء في موقع الهاف بوست عربي،
القط المحظوظ من شوارع العاصمة عمان إلى موظف في السفارة البريطانية بمنصب دبلوماسي. قال الموقع: أعلنت السفارة البريطانية في الأردن أن المسؤول الأعلى للقطط بمكتب وزارة الخارجية في لندن الهير باليميرستون هو من أصدر القرار كأول مبعوث له في الخارج. يؤكد الموقع: الأمر قد يحمل شيئا من الطرافة، لكن حسابا على موقع تويتر أنشئ باسم الهير ونشرت صورة له وهو يحمل في رقبته قلادة للعلم البريطاني. كما نشر الموقع مقطعا مصورا لأحد موظفي السفارة وهو يعلن عن الترحيب بالقط الأردني لشغل منصب في حماية السفارة البريطانية. أهم الأحداث كما وثقتها عدسات ديلي تيليغراف نتابعها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.